عايزين نعمل كونكشن بين اليو اي والريفت. اول حاجه عايزين نعمل نضيف دبليو بي اف ابلكيشن او دبليو بي اف فورم. طيب احنا في المره اللي هناك كنا فاتحين دبليو بي اف ابلكيشن، فكان بالتبعيه عامل لنا دبليو اف جاهزه. انا بقى هنا هي مش عندنا، انا بشتغل على بلجن ريفت، انا عايز اضيف بقى بدبليو بي اف. فباجي على البروجكت هنا، باجي رايت كليك واقول له اد، هلاقي هنا حاجه اسمها هو مش متضافه هنا يوزر كنترول، بس ناخد بالنا ان يوزر كنترول ويندوز فورمز. احنا عندنا طبعا النوعين ويندوز فورمز ودبليو بي اف. الويندوز فورمز دي القديمه شويه والدبليو بي اف الاحدث. فانا هقول له هعمل سيرش على دبليو بي اف، هيظهر لي هنا حاجه اسمها يوزر كنترول دبليو بي اف، هسميها اي حاجه بس ناخد بالي ان اسمها يبقى دوت زامل. هسميها مثلا مين ويندو زي ما كانت متسميها هناك، ممكن نسميها اي حاجه. هلاقي